فإحنا كفلسطينيين عرضنا أفلام غزة من المسافة الصفر في وهران، كان لقاء كبير بين أفلام غزة من المسافة الصفر وهذا الجمهور الجزائري اللي أنا بعتبره كتلة من المشاعر والتضامن مع غزة ومع فلسطين. الحقيقة مهرجان رائع جدا، تنظيم رائع، أفلام من جميع أنحاء العالم العربي، أنا دوجت في أفلام فعلا من كل مكان. كان استقبال أفلام المسافة صفر الفلسطيني رائع، كانت أفلام من قلب غزة إلى قلب وهران إلى قلب الجزائر الجميلة، الجزائر الشقيقة الكبرى لفلسطين، جزائر الحرية. حفاوة غير مسبوقة حظينا بها من قبل الأخوة في الجزائر، حسينا كان في مدننا وبيوتنا، وكان مهرجان موفق، الأفلام كانت رائعة، وفرصة كانت الالتقاء بعدد كبير من الشباب الموهوبين والمبدعين من العالم العربي. يعطيهم الصحة على المهرجان، ناجح والحمد لله، وهذا الشيء يفرح وشي إن شاء الله يشجع على تكون أعمال أخرى. طبعا هادية كان فريمو كما أقول لك في المستوى، شفت جي فيوني فيلم خشمو عجبوني بزاف، المستوى كان فريمو في الدوزيام دوكري، وخصوصا الأفلام الجزائرية كان فريمو كان الرغبة كان إبداع.